أمتع وأداء ولا أجمل ولا أروع. بعدسات المصورين بكاميرات تلفزيونات العالم نتابع صور جميلة. هذا هو أداءنا، هذا هو مستوانا، هذا هو ملعبنا وجمهورنا، هكذا هي أجواءنا. هذا هو أحسن ديربي في القارة الإفريقية بين العشر الأوائل والأول عربيا. نعم، لقاء الرجاء والوداد. هناك المونديال في بريكسو غيفال، هنا نادي عالمي وجمهور لا يناقش ولا يعني ليس له منافس، هكذا تكتب الرسالة جمهور جماهير الرجاء البيضاوي. فيما الوداد فاك هكذا تطالب، هكذا تمني النفس الليلة أمام الرجاء البيضاوي. هذه الصور ستبقى خالدة جميلة جدا، ستبقى منتظرة في انتظار رسالة الوداد التي ستصعد الآن. بوغ لا غلواغ دو لا ناسيون بو سو بوبليك اي سا باسيون، هكذا ستكتب الآن وهكذا سنتابعها وننتظرها في رسالة الوداد التي يجد الوداد صعوبة هنا في إظهارها لحد الآن وهو يسرع في أدائه. ثلاث تيفوهات لجماهير الرجاء واثنين للوداد البيضاوي. ملايين صرفت من اجل هذه الاشياء الجميله، من اجل هذه الروعه في الاداء. برافو يا من تمتعون، يا من تبدعون، يا من حققوا فرشه اول مره بافريقيا، ثلاث مرات فقط في اوروبا. الرجاء العالمي فوقه الكره الارضيه، احد اكبر العناوين للخضراء، اكبر العناوين لمن لعب في مونديال 2000. هنا تكتب وتتغير الصورة على يساري كتاني تيفو، ولا زلت أحاول وصف الصورة وأتمنى نكون موفق في وصفي إن شاء الله، ونبقى في المكان الوسط الذي أقف فيه، أن أبقى وسط إن شاء الله، وهذا ما أتمناه. صعوبة جدا، أوه أجمل ما يمكن أن يراه المرء، كيف يمكن أن تحس بهذا الإحساس الرائع والجميل؟ ألم أقول لكم إنه العرض، ألم أقول لكم إنه بداية العرض؟ تسديدة قوية وفوق المرمى والذكريات تعود الكرة، فرصة لصالح الوداد يبحث عن تسديد، تسديدة ومحادي المرمى بتولي سيرة صالحي، كرة أمامية، فرصة لصالح الرجاء البيضاوي. انتظرت لي أربع نزالات وفرصة لحد الآن. عرضية الكرة الرأسية هنا تدخل تشجيع أكثر. هنا نتابع لعادة لأبرز محاولة مصطفى ميدودان بأورا أجدو، أجدو عرضية الكرة دائرية، هنا فرصة، فرصة أخرى خطيرة لأجدو أمام مساحة على إمكانية العرضية، فرصة لصالح الوداد البيضاوي. سكوما، سكوما كيبحث على العرضية، سكوما رغم ضغط عملية، فرصة لصالح الوداد البيضاوي. الركنية الدائرية داخل منطقة العمليات. اللقطة الأخيرة نتابع الإعادة أمام وقوف الكل، مامادو وترتطم الكرة بسوء تفاهم بين الصراع المستغرق على الميدان. سكوبا يبحث عن العرضية، سكوبا باختراق شبيب، استدار